السلام عليكم. فيديو النهارده هعمل معاكم حاجه سهله وبسيطه قوي، استغفر الله العظيم. الفالنتاين هنعمل ديكور سهله قوي. احنا عندنا هنا ورقتين فوم، واحده لونها احمر والتانيه ابيض. هو يستحسن يبقى لونين بس، تمام؟ ممكن طبعا اللي حابب يغير في الالوان مفيش اي مشكله، اللي عايز يغير اي لون من دول مفيش مشكلة، ممكن بدل ده الأحمر يبقى بينك، يبقى لون كحلي، أي لون، تمام. عندي هنا دي قصة القلب، برضو أنا تنيت في ورقة كده خارجية، تنيت الورقة من النص وبدأت أقص وأظبط شكل القلب بالشكل ده. أنا عملت حجم كبير وحجمه أصغر شوية بالشكل ده. هقص بقى الكبير ده على الورقة الحمراء اللي هي الفوم الاحمر. هبدأ احدد شكل القلب بقلم وابدأ اقص منه كذا واحدة. وبرده اللي هو الفوم اللي هو الفضي ده هقص منه القلب الصغير، هبدأ احددهم واقصهم، واقص كذا شكل منهم. خلاص كده انا حديت رسمة القلب على الورق الاحمر الكبير والقلب الصغير على الورقة التانية اللي هي الفضية. هبدأ اقصهم بقى كده. بعد ما قصينا القلوب الحمراء والفضي دي هنبدأ بقى نلزقهم في بعض كده، تمام. نلزقهم بالشمع هنلزقهم كلهم بنفس الشكل. كده عملنا كل الاشكال دي، القلوب الصغيرة دي بالشكل الاحمر والابيض، وبرضو عملت دول الابيض والاحمر. بعد كده بقى هنجيب خيط صوف. خيط الصوف طبعا كلنا عاملينه، كلنا عارفينه. وبعد كده هجيب الخيط الصوف كلنا عارفينه، وهبدأ بقى اعمل ايه، اجيب الفصوص اللولي دي وهبدأ احطها في الخيط بالشكل ده. هي عشان بس ضيقة شوية انا هدخلها بالابرة، هدخل الخيط كده ازقه بالابرة. بالشكل ده كده دخلنا الفصوص في الخيط. هبدأ بقى اجيب طرف الخيط عندي واحط شمع كده على القلب الكبير بالشكل ده كده. حلو القلب الكبير دي. وبعد كده هبدأ ألزق الخيط عليه، الطرف بتاع الخيط بالظبط كده بالشكل ده، تمام. هو ممكن الخرز ده يتحرك، بس هو مش هيتحرك، يعني لو اتحرك ممكن نحط له شمع من تحت من هنا كده اهو. يثبته بس ان هو ايه ما ينزلش. هنكملهم كلهم بنفس الشكل، يعني هنلزق القلوب بنفس الشكل كلها ونوزعهم بقى عشان يبقوا شكلهم حلو. بعد كده هجيب ورق، الورق ده ورق لوحة ملون، هبدأ اعمله كده بشكل مدور بالشكل ده كده عشان اثبت عليه الفروع دي، لحد بس ما هبدأ الف فيها وافضل الف فيها لحد ما احس ان هي ايه جمدت وخدت شكل مدور معايا، تمام. انا هوصل لحد هنا وبعد كده هلزق بالشمع بالشكل ده كده، هلزق بالشمع
تمام. والناحية التانية برضو نفس الموضوع، هبدأ ألزق بالشمع عشان خاطر الورقة ما تفكش معانا. وأقص الزيادة دي خلاص لحد ما لزقت كده، بس الشمع يمسك شوية وبعد كده هقص الزيادة دي كلها. هنجيب بقى حتة من قماش الجوخ تبقى مستطيلة بالشكل ده، وهلزقها بس عشان تديني اللون الأحمر. بالشكل ده كده، وهبدأ بقى أربط الفروع دي كلها فيها. ثبتها فيها جامد بالشكل ده كده، هثبتهم بقى كلهم. وكده شكلهم بعد ما علقناهم كلهم كده بالشكل ده، هجيب بقى حتة، هجيب حتة خيط بالشكل ده كده وهربطها من الحرف من هنا ومن الناحية التانية. وده كده شكلها النهائي، طبعا بتتعلق على الحيطة بالمنظر ده. ممكن كمان في الفراغات اللي احنا حاطينها، الفراغات دي ممكن نعلق فيها صور صغيرة برضه، نلزقها بالشمع يبقى شكلها جميل جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك. السلام عليكم.